يا ابن الصلاح فضها يا بعد اهلي ولصيام وتكفلي بكل أرملة وجملة الأيتام. انت الولي بعدي يا بعد اهلي ولي مايام. الله إليكم من بعد عيني ولي يا ويلي ولا من تغسلني وتكفني يا طه. يا ويلي صلي علي وشيعي الجثة المقابر. بلغ سلام لشيعتي غايب وحاضر. شبدي تراه تفطرت يا ابني عليه لكن أنا وحدي أموت بسم الأرجاء. وما أبوك حسين ينظر إلى العبا يشوف رمي على الثرى يا جثة بلارة مرمي على حر الثرى كلهم ضحيه.